بسم الله. طعمه ولا اروع، نكهه ولا اجمل. حبايب القلب، رح نعملكم اليوم حلو كتير كتير سهل وسريع وبدون فرن وبمكونات موجوده بكل بيت. بدنا طنجره، بدنا حليب، معلقتين نشا، هاي المعلقه الثانيه، واحد كوب سكر، معلقتين كاكاو خام، نص معلقة صغيرة فانيليا. وهلا بنحرك المكونات كلها مع بعضها على البارد. أهم شيء نخلط كل المكونات على البارد حتى تدوب معنا كل الكتل. وهي خلطنا كل المكونات على البارد، هلا بنحطها على الغاز ونضل نحرك حتى يصير عندنا القوام كريمي. وهلا بنضيف معلقة نسكافيه أو قهوة سريعة التحضير، أي نوع قهوة موجود عندكم فيكم تستخدمه. أهم شيء نحرك ونستمر بالتحريك. شوف بسم الله ما شاء الله كيف صار القوام. اذا شفتوا الخليط طلع عندكم مش جامد فيكم تضيفوا معلقه نشا مع معلقه حليب. وهيك صار معنا جاهز. شوفوا بسم الله ما شاء الله هذا القوام مطلوب. هلا بنتركه حتى يبرد مشان نسطره بالصينيه مع طبقات البسكوت. بدنا حليب تقريبا كاسه كاسه ونص حسب الكميه الموجوده عندكم، رشاء النسكافيه، معلقة نسكافيه، قهوة سريعة التحضير، أي قهوة موجودة عندكم فيك تستخدموها. النسكافيه بيعطي طعم كتير كتير طيبة مع الحليب. نحرك الحليب منيح مع النسكافيه. أي نوع بسكوت عندكم موجود فيكم تستخدموه. هلا بنجيب صينية التقديم أو أي صينية إزاز عندكم أو بيرلكس. نضيف بأسفل الصينية معلقتين على مبدأ الكستر. بس هاي أطيب من الكستر. البسكوت بهاي الطريقة نغطه بالحليب ومنضيفه هاي الطريقة. طبقة تانية، بسم الله ما شاء الله، ومنكرر العملية، منزود طبقة تانية. الله، حلو خفيف نضيف، مكوناته متواجدة بكل بيت. وهلا منضيف اخر طبقة. وهيك صارت معنا جاهزة، بنحطها بالبراد اقل شيء ساعتين. وهلا شلنا الحلو من البراد بعد ساعتين. هلا بالنسبة للزينة فيكم زينوه بالكاكاو على الوش بدون اي شيء، بس انا حبيت اعملكم هي خطوة اختيارية بالقشطة، بدي انا زين وشها قشطة. هاي الطريقة. اي نوعية قشطة او جيمر موجودة عندكم، إذا بتحبوا كريمة كمان بيصير. بنغطي الوجه كله، بسم الله ما شاء الله. إذا عندكم كريم شانتيه كمان بيمشي الحال، وحتى بدون كريم بدون أي شيء، بس أنا حبيت هيك أكسر اللون شوي. وهيك غطينا وشها بالقشطة، هلا بنزينها بالكاكاو. بسم الله. وهلا بنقطع الحلو. بسم الله. شوفوا طبقات البسكوت، بسم الله ما شاء الله. وهلا حبايب رايح ندوق الحلو. قرب 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 قرب. بسم الله. شو هيدا يا غيدا؟ يا عشاء النسكافيه هيدي الحلو. طعمي ولا اروع، نكهه ولا اجمل. عن جد من اطيب الحلويات البارده بالنسكافيه. شوفوا بسم الله ما شاء الله، شوف كيف طبقات البسكوت. لكل المتابعين طلبوا مني حلو بارد بدون فرن، المكونات موجوده بكل بيت. عملت لكم اليوم حلو النسكافيه مع طبقات البسكوت. طعمي ولا اروع، نكهه ولا اجمل. لعشاء النسكافيه هيدي مبسوط لكم بالعشرة. إذا عجبكم الفيديو ما تنسونا بالشير واللايك والمتابعة، وتذكروا دائما مع الشيب برهان
لا حدودة الإبداع.